مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ اه صحيح مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحه؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنضر؟ يا عم انا اسف ما جريتش كلمه. بقى جاي تقول لي انا مساء الفل ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شاكي عينه؟ الله بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا، وانا جبت سيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغايه ما تبقى عريان بلبوص معضم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت قصدها بقى. اوعى على النبي، ده فرح عقبال عندك، وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى اهو. اه ده 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 مساء الفل. خلاص خلصت يا باشا، جابوا ترفق، ربنا يتقبله. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا، كنت شغال عند الجدع الحرامي شغل منصر اسمه محسن الداوي. اه قمت من نومي فجأة لقيتهم رافضيني انا ويجي 3000 عامل زي خرب بيوت يا باشا، شردونا يا باشا، اكلونا لحم ورمونا عظم. سبع عيال امهم بقرفهم اكلهم وشربهم ومدارسهم متعلقين في رقبتي يا باشا. يوم يجي الجدع اللي اسمه محسن الهنداوي شردني انا وعيالي، عليا الطلاق بالتلاته نجيب ومطرح مكان. اول ما اشوفه بالاساسه دي اخترب دماغه. وانت هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافوا وراحوا لندن. والله لو كان في بطن الحوت نجيبه. طب استاذن انا. تمشي ليه يا باشا؟ انت بتعصب ليه؟ انا اسف يا باشا، اسف يعني رميت بلاها عليك من غير سابق معرفه. نتعرف بسعادتك. انا مؤنس الشنكحاوي. مصلح الزعبلاوي. الزعبلاوي؟ الله احسن ناس. انت ابن مين في الزعبله؟ انت تعرف الزعبله كلهم واحد واحد. امال دول حبايبي. انا ابن يعني عارف. تعرف عنتر الزعبلاوي؟ امال ده مربيني. اهو ده عمتي. ايه عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي، مع عمتي من الزعبله برضو، عنتر وزعبله. يلا بينا. لا يومك شباب. تعرفش مكان محسن هنداوي؟ اول ما هشوفه هعرف هو فين، حاجة أقول لك على طول. يا رافض والنبي ما انت ماشي. نسمع سلام لراجل الأعمال الكبير اللي شرفنا وحضر فرح النهاردة. أهو 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 انا بقول نمشي احنا بقى ونسيب العرسان لوحديهم في ليله حلوه زي دي. ها صباح الخير. انا بقول برضو ما يصحش نمشي ونسيب العرسان في ليله حلوه زي دي. اتفضل. اقسم بالله انا شرعك يا محسن يا الداوي. لا مؤاخذه يعني يا باشا، ما عرفتكش بالعيله. ده الحاج شبانه ابويا. اهلا الحاج. والحاجه طبعا. اهلا الحاج. ودي اختي. اهلا وسهلا. وده جوز اختي. ده جوز اختك؟ اه شبه كابوريا. حضرتك والبنت دي بنت اختي. والواد ده بقى اشرف اخويا الصغير. اخوك؟ يا حاج. ربنا يزيد ويبارك كده ويتمم بالف خير. مش نسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحتهم بدل ما احنا قاعدين كده على قلبهم؟ والله يا مدام
زيارة سيادتك دي هتفضل محفورة في قلوبنا طول العمر. طب يلا بقى خد الحاجة واتكل على الله. طلع يا حاج. يلا ولاد يلا ولاد يلا. ايه هتفضل واقف كده على طول؟ اتفضل. اتفضل يلا بدرية. وانت مش هتتفضل برضه ولا ايه؟ ها؟ مش هشوف مصلحتك؟ يلا قول. وبقول لك ايه؟ ها؟ وبعدين عارفنا و ها؟ يلا 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 يلا. واحنا مش هنشوف مصلحتنا برضه ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجه غلط؟ احنا مش مخطوبين لبعض. لا مؤاخذه يا محسن بيه، اصل مش جاي لي نوم. لا السهر وحش علشانك، خش نام يا حاج. الفكره يا محسن بيه، اصل كنت عامل استبدال معاش وكانوا بيخصموا مني 15 جنيه كل شهر. جم الشهر ده ما ادونيش العلاوه. معلش، خد يا عم شبانه تعال. ملوش لزوم يا بيه. ازاي بقى؟ اسمع تعالى خد. الحبايه الزرقاء. ايوه الحبايه الزرقاء. يبقى ادعي لي يا عم شبانه. بلاش دوشه بقى، احنا مش فاضيين لك، خليها نروق. الراجل قرقش. كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلم بقى، الراجل اخد بيل. انا قلت يمكن تحبوا تشربوا شاي ولا حاجه. هو البيت ده ما حدش بينام فيه ولا ايه؟ اصل انا اخويا كنت داخله جمعيه عشان اتجوز رأفت وقبضتها الاول. ولما جه ميعاد قسط الجمعيه كان شطب على اللي ورايا واللي قدامي. والوليه بقى ام ميرفت بتاع الجمعيه. خد الصوت. خد يا حاج. ربنا يخليك وما يشحطط لك ولية أبدا. الحاج بيندى عليكي. حاضر. عايز صاير. عايز ايه؟ صاير. وانت هتتطير علينا؟ روح اتطير في الحمام اجري، ويلا عشان تنام عشان المدرسة الصبح. أنا مش هروح المدرسة تاني. ليه؟ أصل ما دفعتش المصاريف، ولو رحت هيمشوني. احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحدة. خد. لا 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 لا، ده مضر للبول. لا روح اعمل اللي انت عايز تعمله وخش نام. يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي. يلا. التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت. يا ليل يا عيني، يا ليل يا ليل يا ليل يا حلو للي غرامك في الفؤاد شبابيك، انا قلبي شافك وانشبك بيك، ولا فيش كويني غير بصك من الشبابيك. فين تراخر؟ ده ايه الليله السودا المنيله بستين نيله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجة، خش البيت اللي جوه دي، اقعدي معاه شوية عقبال ما اتكلم مع رأفت كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس. وفجأة تعثرت. تعثرت ليه انت راخر؟ يمكن يا باشا عشان أول مرة أمسك إيديها. هو أنت طول التسع سنين خطوبة ما مسكتش إيديها؟
ما انا ما كانش ينفع امسك ايديها سيادتك، افرض مسكت ايديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت اسيبها كده ممسوك ايديها تتلطم في الدنيا؟ اه فعلا صحيح، ما حدش يرضى يتجوز واحده ممسوك ايديها قبل كده. اسمع انت، سيبك من ايديها خالص، اعتبر ان ملهاش ايدين، الليله دي ليله الدخله مش ليله الايدين. يعني نسيبنا من ايدينا خالص؟ سيبكم من ايديكم، انتوا هتمشوا على السلك. سيبك من ايديها، هي ايدك انت هي اللي تبقى شغاله. يا هبله، ده جوزك حلالك. ما انا سبته يشوف شعري. يا سلام، يعني انت عايزه تفهميني 9 سنين ما امسكش ايدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما فيش اي حاجه؟ انا لا والله عمري ابدا. جاتك خيبه، جاتك نيله يا هبله. ده عايزني اقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس اقعد، انت اتخضيت كده ليه؟ الله، وانا بغشك؟ بديك وصفه غلط؟ هو ما فيش غير كده. ايوه يا باشا، يعني بصوا احضن كده على طول. على طول ازاي؟ لازم يسخن الاول، ها؟ يدخلها في المود، تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على على اي حته يعني. ها انت مستلوح ليه كده؟ دخليه في المود، ضحكه مايسه. حركه سايعه، الاغراء مش عري، الاغراء بصه. اهم حاجه العري، بصات ايه؟ لازم تقلع ملط يا باشا. بس يعني ده مش حرام يا باشا؟ حرمت عليك يا عيشتك، اذا كنت انا سخنت وانا بتكلم. تعرفي ترقصي؟ اظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. وانا بقول لك اعملي له استعراض يا بنت انت. طب شفتي روبي والعجله؟ ليه دي داري كده؟ هو انا داري كده؟ طب هيفا وشاجي؟ ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع، انا هخش انا وموجه في الاوضه، وانت هات هاني اقعد بره هنا. شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم، ومعطر الاوضه على الفاضي. ها بص